في أسواق المعادن أن في ساحة صعدت أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار ليسجل المعدن الأصفر 1871 دولارا للأوقية. أما محليا فقد وصل عيار 18 إلى 864 جنيها للجرام، أما عيار 21 فوصل إلى 1008 جنيهات للجرام، عيار 24 وصل إلى 1152 جنيها للجرام، أما أخيرا الجنيه الذهب فوصل إلى 8064 جنيها. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتوقعات بأن قرار أوبك بزيادة المستويات المستهدفة من الإنتاج لن يزيد كثيرا من المعروض في الأسواق العالمية. وارتفع خام برنت بنسبة 1.8% ليستقر عند 119.72 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنسبة 1.7% إلى 118.87 دولار. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 2.96% لتصل إلى 4.33 دولار للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 45% لتسجل 58 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.